احساس زيانيش ضروري راه دار خصكم تيتيت قدام لي فان ديالها خصك ضروري تكون بوغس طبيعي الحال خاصني نكون ديما بوغس ديما زعما في اي بلاصه والناس اللي غايشوفو نتا هما خصهم يشوفونا بواحد الحله جديده ما كتقول لي انت لا انت بدا تقول لك هذا ماشي راه زال وهادي وهي ما عرفاش راسها حتى تقول مرضيتيش ومن تما هي اللي خرجت برك تقول لي دابا انا صافي باغي ندير هذاك الشيء تي باقي باغي نعيد انا وياه وهي دابا انا ما قالت لي بعدا والو ما قالت لي والو ما متفق معاه والو وناتي قالت لي السوشيال ميديا وعارف الناس كنتي ناس يبغوك تبقى مع بعضياتكم كنتي ناس يقول اتفق عليا الزبل مالك ما دير بهاديك طلع لك في الراس اي واحد يقدر يطيح ويقدر يقترع او ثاني عاود ينوض حس الدنيا تنقول لك الدنيا صعيبه ولكن بطبيعه الحال خصك تكون قوي حس بزاف ديال الحوايج بطبيعه الحال خصك تكون قوي باش توصل اي حاجه بغيتي اي هي كانت مريضه حيت كان عندها السحر وداك الشيء اللي كان عندها هو اللي خلانا زعما نطيحوا في هذيك الازمه للناس كاملين سافوا هذيك الازمه ديالنا وصلنا لواحد كاع داك الشيء اللي كان عندنا خسرنا صافي دارنا والحمد لله دابا ضرب يفرج علينا وبدا الدنيا تضحك لينا الحمد لله المهم تنبغيها بزاف وتنموت عليها وزعما انا ديما غنبقى معاها زوين وانا ديما غادي نبقى معاها بخير. متشبه اشواق تي في مرحبا بكم مجددا. اليوم بلا شك غتكون عرفتوا الضيف اللي معنا اليوم الا وهو المثير للجدل سي محمد احساس رجل دنيا. احساس مرحبا بك معنا اليوم على اشواق. مرحبا اخويا مرحبا بالقناه اشواق. الله يحفظك الله يحفظك مرحبا بك اخويا عندنا مرحبا. احساس زيانيشي ضروري راه ضروري خصكم تيتيت قدام لي فان ديالها خصك ضروري تكون بوغس طبيعي الحال خاصني نكون ديما بوغس ديما زعما في اي بلاصه والناس اللي غايشوفو نتا هما خصهم يشوفونا بواحد الحله جديده. احساس بلا شك المتتبعين ديالنا كاملين كانوا عرفوا المشكل اللي كان طرا بينك وبين الزوجه ديالك اللي هي دنيا. اعطينا ملخص ديال المشكل من الاول حتى الاخر. كان واحد الخلاف بيني وبين مرسي على حسب شي ظروف انا وياها شي لعيبات كانت تدير ممكن دابا حاليا ما مابقاش تدير بحال الخلافات. ملي هضرت معها وراجع على نفسنا كانت هي غالطه وحنا غالطين بجوج كنا غالطين ملي خرجنا للسوشيال ميديا وقلنا لي فان ديالنا ولي فان ديالنا حتى هما مساكن حتى هما تقلقوا قالوا علاش هاد لي علاش هاد كوبل حتى هما غيخسروا بعضياتهم كوبل زوين انا بقى فيا الناس وهادي وقلت نعلو الشيطان ونعلن الشيطان كان خلاف انا وياه سويه المهم الشيطان وصافي. كيف داير العلاقه الان ديالك بالاب ديالك؟ الاب ديالي انا الحمد لله مع الاب ديالي والام ديالي الله كتعدم انا البارح الحمد لله ما عمر شي خلاف ما كان انا عندي ما بين عائله ديالي ولا اي حاجه. تحيه الام ديالي والاب ديالي الله يخليهم ليا من هذا المنبر سي راه صراحه مشيت عندهم وتفسهم الحمد لله لقيتهم لاباس دابا الحمد لله هذه الدنيا وما فيها. واحد الوقيته فاش كان طرا لك معهم واحد سوء تفاهم على السكن كنتي قلتي بان الوالد ديالك كان قال لك عوم بحرك تحمل مسؤوليتك انت والزوجه ديالك. هذيك الوقيته كيفاش تحديتي داك المشكل؟ بطبيعه الحال دابا هما حتى هما الظروف ديالهم كان حتى هما الظروف ديالهم ما يمكن زعما يقدر يساعدونا ولا هذاك الشيء. قال لي مزال نقول لك ما سفت من تما كان سي محسنين حتى هما اللي كثر خيرهم الناس الجزائريه والمغاربه ديالنا حتى هما اللي عاونوني بس انا وقفت على رجلي انا ومرتي والحمد لله دابا ولينا لاباس الحمد لله وصافي دابا بلاص دنيا رفع هذاك سيسيليا ما نسمح لي خطا بسم الله مرحبا كمل. المهم وقيت نازل للجزائريه المغربيه تما مساكن وقفوا معايا الناس المغاربه ديالنا والحمد لله دابا وقفنا شويه على رجلينا الحمد لله ولينا دابا شويه المهم خدامين على السوشيال ميديا وخدام حتى انا في شي تطبيقات انا وليت خدام على راسي تنوت انا تندير مواضيع مع الناس وهذاك الشيء وليت انا تنشارك بزاف ديال المواضيع مع شي ناس في واحد لابليكاسيون والحمد لله ولات شويه بعد الحاله راه بدات تتحسن شويه الحمد لله. احساس شنو قمه الحب ديالك للزوجه ديالك دنيا؟
بطبيعة الحال واحد القيمة كبيرة، حتى حتى هي ملي كنا في هذيك الظروف ما تخلصت عليا. حيت كاينين بعض النساء زعما تيقولوا راه زعما كاينين بعض النساء زعما بحال الزائحة بزاف ديال بزاف ما تيقول لهم صافي انت ما صافي ما خدمتيش دابا انت هنا صافي انت هنا صافي تيدير. ولكن هنا علاقتنا قوية وبقات مستركين مع بعضيتنا والحمد لله تحيد كل شيء الحمد لله ولينا لاباس دابا العلاقة ديالنا بخير. الأخ إحساس، الآن عبرتي على قمة الحب ديالك للزوجة ديالك، لكن مجموعة ديال الناس في البيريود اللي كان طرا بينك وبين الزوجة ديالك خلاف، قالوا علاش اون فوا طرا بيناتهم مشكل خفيف دغيا بداو كيتيريو في بعضياتهم. يعني انت يا وليتي كتيري في دنيا في احد المنابر، وهي ايضا حتى هي كتيري فيك في واحد المنبر. يعني هذا واش ماشي تناقض بيناتكم؟ دابا مشي دابا هي زعما مرض فاف الاعصاب وهذه، وهادشي اللي هو اللي خلاها بحال هكا دير. وكانت تقول شي كلام شي كلام زعما قاصع على انايا، ما كتقول لي انت انت لا انت بدا تقول لك هذا ماشي راجل وهذه، وهي ما عارفاش راسها تست تقول ما رضيتيش ما رضيتش. ومن تما هي اللي خرجت برك تقول لهم دابا انا صافي باغي ندير هذاك الشيء اتفاقيه باغي نعيد انا وياه، وهي دابا انا ما قالت لي بعدا والو، ما قالت لي والو، ما متفق معاه والو. وناطي قالت على السوشيال ميديا وعارف الناس كاينين شي ناس يبغوك تبقى مع بعضياتهم، كاين شي ناس يقول لك اتفق عليا الزبل ما عندك ما دير بها هذيك طلع لك في الراس داكشي اللي كاين. كيفاش حتى حليتوا المشكل؟ واه تنقول لك كنا مشينا لكازا، مشيت انا لكازا نهار اللي درنا الوالدين ديالي قال لي صافي صافي مت زعما من الدار بوص رجعوا رجعوا مع بعضياتكم صافي صافي رجعوا لبعضياتكم ونساو هذاك الخلاف وصافي ونرجع رجعت معاهم وكان هضره بيناتنا وصافي ورجعنا لبعضياتنا. كنشوفكم تبارك الله رجعتوا مع بعضياتكم، كنتم مستقرين في كازا واليوم جيتوا الى مدينه سالا، كيفاش حتى قدرتوا انكم تعاودوا تبنيوا حياتكم من جديد؟ شوف اي واحد يقدر يطيح ويقدر يقترع او ثاني عاود ينوض، حس الدنيا تنقول لك الدنيا صعيبه، ولكن بطبيعه الحال خاصك تكون قوي، حس بزاف ديال الحوايج بطبيعه الحال خاصك تكون قوي باش توصل اي حاجه بغيتي. اي هي كانت مريضه حس كان عندها السحر وداك الشيء اللي كان عندها هو اللي خلانا زعما نطيحوا في هذيك الازمه، اللي الناس كاملين سافوا هذيك الازمه ديالنا، وصلنا لواحد كاع داك الشيء اللي كان عندنا خسرنا صافي دارنا، وكان الحمد لله دابا بدا ربي يفرج علينا وبدات الدنيا تضحك لينا الحمد لله. الحمد لله ديما تنصلوا وتدعي سيدي ربي يا ربي يتيسر لنا، والحمد لله ربي 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 معانا الحمد لله يا ربي. الحمد لله اليوم جينا عندكم لهذا البيت اللي وليتوا مستقرين فيه مؤخرا، كيفاش حتى حصلتوا عليه؟ واحد السيده قالت لي انا نخلي لكم الدار وهذه سيامات، المهم تنبغى نشكرها بزاف بزاف من هذا المنبر. هي اللي قالت لي اجي هي اللي عاونتنا قالت لنا شوف انا نخلي لكم الدويره سيامات، المهم ما تهزوا راسكم. والحمد لله بدينا شويه تنهزوا راسنا الحمد لله. تنبغي نشكرها بزاف بزاف اخت حسنيه من هذا المنبر، والله الا تنبغي نشكرها بزاف، هي اللي عاونتنا مسكينه وتتقول لنا كلام زوين تيخليك تتحمس بزاف ديال الحوايج تقدر ديرهم في الحياه ديالك. الى حدود الان دنيا راضيه عليك؟ زعما تنقول لك الحمد لله الحمد لله على كل حال، حنا صابرين مع بعضياتنا كما صبرنا من اديبار نصبروا لاي حاجه في الحياه ديالنا. ككلمة أخيرة شنو تبغي تقول للزوجة ديالك دنيا؟ المهم تنبغيها بزاف وتنموت عليها، وزعما أنا ديما غنبقى معاها زوين، وأنا ديما غادي نبقى معاها بخير. متابعينا الكرام، كنتم اليوم مع المثير للجدل السي محمد إحساس، كنتمناو لهم الدوام والكمال والذرية الصالحة، ونخليكم في انترفيو ثاني إن شاء الله مع الزوجة ديالو دنيا، وإلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.